بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 20 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلعها هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع الطيب محمد موسى من السودان. الأخ الطيب يقول في سؤال له: إذا نصبت الفخ وقلت بسم الله والله أكبر ووجدته قد قبض طيرا وهو ميت، هل يكون مذكى ويحل أكله أم لا؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن أن الفخ من الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصيد يحل بشروط، منها التسمية عند إرسال السهم أو إرسال الجارح من الطير أو الكلاب. إذا رأى الصيد ثم أرسل سهمه إليه فإنه يسمي عند إرسال السهم، وكذلك إذا أرسل الجارح عليه يسمي عند إرسال الجارح عند رؤية الصيد. أما التسمية قبل ذلك مثل نصب الفخ يسمي عند نصب الفخ أو عندما يهيئ البندق بالذخيرة، فإن هذا لا يكفي لأنه لم يرى الصيد ولم يعين الصيد الذي يسمي عليه، فلا يكفي التسمية في هذه الحالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. يعني عند رؤية الصيد يسمي ويرسل الآلة التي يصيد بها جارحة أو سهما. وكذلك نصب الفخ هذا لا يكفي أنه يسمي عند نصبه لأنه لم يرى صيدا ولم يقصد صيدا معينا، وأيضا الفخ ليس هو بمثابة السهم ولا بمثابة الجارحة، وإنما هو يخنق خنقا، يخنق الطائر خنقا أو يمسكه ويموت من جراء مسكه إياه، فهذا يعتبر من الميتة ولا يحل حتى يدركه وفيه حياة ويذكيه ذكاة شرعية. ما صاده الفخ لا يحل إذا مات فيه حتى يدركه وفيه حياة ثم يذكيه ذكاة شرعية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل قام بأداء العمرة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولكن نسي أن يقصر من شعره إلا بعد فك الإحرام، فماذا عليه رغم أنه قصر مباشرة بعد فك الإحرام؟ ليس عليه شيء ما دام أنه قصر. نعم. فقد أكمل مناسك العمرة الحمد لله، ويعفى عن لبسه المخيط قبل الإحرام لأنه لم يتعمد، لأنه لبس ذلك ناسيا، ليس عليه شيء لأنه لم يتعمد لبس المخيط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وإلا من المشروع أن يكون لبس المخيط بعد الحلاقة شيخ عبد الأب أو بعد التقصير، بعد إكمال مناسك العمرة، بعد الإكمال وآخر مناسك العمرة هو الحلقة أو التقصير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنسان بالبادية يحب أن يقرأ من القرآن الكريم، فهل عليه شيء إذا تيمم وقرأ من المصحف؟ إذا كان عنده ماء إنه لا يجزيه التيمم، لا بد من الوضوء. أما إذا لم يكن عنده ماء أو لا يقدر على استعمال الماء لمرض فإنه يتيمم ويقرأ القرآن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد محمد ألف بعث يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أحج وعلي دين بعد أن سمح لي صاحب الدين ووعدته بالتسديد بعد الحج، هل يجوز لي ذلك أو لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا سمح لك صاحب الدين بالحج وحججت فلا بأس عليك، لأن الحق لصاحب الدين، فإذا سمح لك أن تحج قبل أن تسدد دينه فلا حرج عليك في ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أعمل في أحد المحلات التجارية من طلوع الشمس إلى 12 ليلا، وأصلي جميع الفرائض جماعة في المسجد ما عدا صلاة الفجر،
الفجر فلا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ لا بد من صلاة الفجر في سائر الفرائض، فحاول أن تصلي الفجر مع الجماعة ثم تنام بعد ذلك. أما الاستمرار على النوم عن صلاة الفجر هذا لا يجوز لك، وإذا كنت تسهر كل الليل ثم تنام آخر الليل ولا تستطيع القيام لصلاة الفجر فقد أخطأت في هذا. الواجب أن تنام قبل الفجر بقدر يمكنك من القيام لصلاة الفجر. فالفرائض يجب أن يحسب لها حسابها ولا تهمل أو يقدم عليها عمل الدنيا. الحاصل أنه لا بد لك من صلاة الفجر مع الجماعة، واعمل للوسائل التي تمكنك من ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة البحرين رسالة بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك، تقول أم عبد الرحمن لها 7 أسئلة. في أحد أسئلتها تقول: إذا قمت بعد السجود في الركعة الثانية في الصلاة الرباعية وقبل الاستواء تماما، تذكرت أني لم أجلس للتشهد الأول فجلست وأتممت الصلاة، فهل علي سجود سهو؟ إذا كانت قامت وانتقلت من الجلوس ثم رجعت قبل أن تستتم قائمة فإنها تسجد للسهو، لأنها انتقلت وتحركت وزادت في الصلاة حركة وقياما، فعليها أن تسجد للسهو عن هذه الزيادة. أما إذا كانت لم تنتقل من الجلوس وإنما تحركت للقيام ثم ذكرت وأعضاؤها لم تفارق الجلوس فليس عليها سجود سهو. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا تقول: إذا كنت في التشهد الأول وأكملت التشهد وقبل السلام تذكرت أنني في التشهد الأول وقمت وأكملت الصلاة، هل علي سجود سهو؟ نعم، إذا زادت على التشهد الأول زادت عليه من التشهد الأخير سهوا، نعم، فإنها تسجد للسهو لأنها زادت في الصلاة زيادة من جنسها سهوا فتسجد للسهو، لأن الزيادة في الجلوس هذه زيادة لكن إنها من جنس الصلاة. طيب، فيشرع لها سجود السهو. نعم، إذا كنت في الصلاة وخطر لي بعد أن أكمل الصلاة أن أنجز عملا ما لكني لم أغير في مجرى صلاتي شيء، فهل صلاتي صحيحة وهل علي شيء؟ الصلاة صحيحة الحمد لله، ولكن الإنسان يدفع الوساوس والأشغال عن قلبه ويرجع إلى صلاته، فإن لم يدفعها واستمر مع الأشغال ومع الوساوس ومع فإن هذا ينقص ثوابه، ينقص الثواب، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها. هذا هو الخشوع الذي قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلى المسلم أن يحاول الخشوع بين يدي ربه وحضور إحضار قلبه وقطع الوساوس وقطع الشواغل عن فكره وعن قلبه، وأن يقبل على صلاته لأجل أن يكتب له أجرها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنا في صلاة جماعة في المسجد وحدث أمر طارئ مثل حريق أو ما أشبه ذلك، هل يحل لنا ترك الصلاة؟ إذا وقع الخطر عليكم، تخشون لو استمررتم في الصلاة أن الحريق يصل إليكم، اقطعوا الصلاة. أو حصل أن وقع أحد في خطر وتريدون إنقاذه فلا مانع من قطع الصلاة، يجب قطع الصلاة في هذه الحالة لإنقاذ المسلم من الخطر. الحاصل أنه إذا بلغ الأمر الخطورة عليكم أو على أحد من المسلمين وأردتم إنقاذ أنفسكم أو إنقاذ أحد من المسلمين فإنه يجب عليكم قطع الصلاة في هذه الحالة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: بعض الأبناء هداهم الله يتهاونون في بعض فروض الصلاة ولا يستجيبون لنصح آبائهم مع أنهم راشدون بحجة الإرهاق من العمل والدراسة، أو يكون النصح من طرف واحد من الوالدين والآخر يتهاون في ذلك، فهل على الوالدين إثم في كلا الحالتين؟ أولا، على المسلم أن يقدم أداء الفرائض على كل شيء خصوصا على أشغال الدنيا وأعمال الدنيا، فكيف يحتجون بالإرهاق وكثرة العمل للدنيا ويتركون ما فرض الله عليهم من الصلوات الخمس التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الواجب أن تكون الصلاة لها الصدارة في أعمال المسلم والأولية في أعمال المسلم، وأن يقدم أعمال الآخرة على أعمال الدنيا لأنه بحاجة إلى ذلك، والدنيا إنما هي مطية للآخرة ومزرعة للآخرة، فكيف يشتغل
يشتغل بالدنيا ويضيع الآخرة. الواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يؤدوا ما فرض الله عليهم ولا يشتغلوا بأمور الدنيا ويستهلكوا فيها ويتركون الصلوات الخمس أو يؤخرونها عن أوقاتها بحجة العمل والإرهاق، إن هذا ليس عذرا شرعيا عند الله سبحانه وتعالى. ثم على الوالدين أن يقوم بنصح هؤلاء الأولاد، لأن الله حمل الوالدين مسؤولية الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، اضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال سبحانه في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. قال في وصف نبيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فيجب على الوالدين أن يقوما بأمر الأولاد بالصلاة وإلزامهم بذلك وتأديبهم على تركها، لأنهم في مسؤوليتهم وتحت رعايتهم. قد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والوالد والأم في هذا سواء، كلهم مكلفون بشأن الأولاد وتربيتهم على الدين والمحافظة على الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من الناس يضعون العصافير في الأقفاص لأجل الزينة وتسلية الأطفال، وكذلك يجلبون القطط لهذا الغرض، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ العصا والعصافير. العصافير. نعم. كثير من الناس يضعون العصافير في الأقفاص لأجل الزينة وتسلية للأطفال، وكذلك يجلبون القطط لهذا الغرض، فما الحكم؟ لا بأس بالاحتفال بالطيور والقطط والحيوانات من أجل الزينة، بشرط أن يقوم بمصالحها وبمنافعها وأن يقوم بإطعامها وسقيها. قوله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، في هرة لها حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دل على أنه لا بأس بإمساك الهرة أو الطيور لأجل الزينة أو لأجل منافع أخرى، لكن بشرط أن يقوم بإطعامها وسقيها وأن لا يعذبها. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير لأختنا أم عبد الرحمن من البحرين، تقول: إذا حلف الشخص فإن عليه كفارة يمين كما سمعنا من أصحاب الفضيلة العلماء، والسؤال: إذا أراد هذا الشخص أن يحج فهل يكفر عن يمينه قبل ذهابه لأداء الحج أم لا علاقة لهذا بذاك جزاكم الله خيرا؟ كفارة اليمين دين في ذمته لله سبحانه وتعالى، فكونه يؤدي هذا الدين ويبرئ ذمته فإن ذلك أحسن له، هذا مع سعة المال ومع الغنى. أما إذا كانت كفارة اليمين تضايق النفقة في الحج فإنه يقدم كفارة اليمين. إذا تشاحت الكفارة مع نفقة الحج فإنه يقدم كفارة اليمين، لأنها دين في ذمته لله سبحانه وتعالى. والحج إنما يجب إذا كان عنده مال فاضل عن قضاء ديونه وفاضل عن حاجاته ومؤونته ومؤونة أولاده من ذهابه إلى رجوعه. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والسبيل هو الزاد والراحلة، أي المركوب في كل وقت. فإذا توفر لديه مال زائد عن نفقته وعن حوائجه الأصلية وسداد ديونه وجب عليه الحج، وإن لم يتوفر من ذلك شيء فإنه ليس عليه حج. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم حذيفة من الجبيل. أم حذيفة تسأل وتقول: هل يجوز صيام الحي للميت فيصوم وينوي الصيام للميت جزاكم الله خيرا؟ إن كان صيام نذر نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، لأن صوم النذر دين في ذمة الناذر فيؤدى عنه. أما إن كان صيام رمضان صيام وجب بأصل الشرع فهذا محل خلاف بين العلماء،
هل يصام عنه أو لا، وإذا صام عنه من باب الاحتياط فحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: نحن مجموعة من الفتيات جاءتنا الدورة الشهرية ونحن في أعمار لا تتجاوز 9 سنوات، وجهلا وحياء منا لم نصم بعضا من تلك الشهور، وحين علمنا بوجوب صيامنا بدأنا بالصيام، ما الواجب في ذلك قضاء وصيام هذه الشهور مع الإخراج للصدقة؟ وهل يجب بعد صيام هذه الشهور أن نخرج الصدقة أم قبل صيامها؟ وما هو نوع ما نخرج من الصدقة إذا وجدت؟ هل هو مال أم أرز أم غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليكن إحصاء الأيام التي أفطرتن فيها ثم قضاؤها، المبادرة بقضائها. جميع الأيام التي حصل منكن إفطار فيها بعد البلوغ يجب عليكن قضاؤها، لأنها فريضة من فرائض الإسلام، لا يجوز للمسلم أن يتركها. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، يجب على كل مسلم ومسلمة. والحائض تفطر أيام الحيض وتقضي بدلها من أيام أخر، فالواجب عليكن إحصاء الأيام التي حصل فيها الفطر ثم قضاؤها. ويجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم للتأخير، تأخير القضاء إلى هذا الوقت بعدد الأيام، وسواء أخرجتن الكفارة قبل القضاء أو بعده أو في أثناء القضاء، كل ذلك جائز والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هناك واحدة من جداتنا تصوم رجب وشعبان اعتقادا منها أنهما أفضل الشهور، فما حكم ذلك؟ شعبان ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فلا بأس بصيام شعبان أو بعضه، يعني أكثر شعبان أو بعضه، إلا أنه لا يكمل، لا يصام كاملا، وإنما يصام أكثره. وأما رجب فلم يرد فيه شيء إلا إذا صامه المسلم تبعا لغيره من الشهور، فإذا صامه تبعا لغيره فلا بأس، أما أن يفرده فهذا مكروه، أنه لم يرد بإفراده شيء من الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك واحدة لم يتمم لها أهلها، فما الواجب عليها تجاه نفسها؟ هل تتمم عن ذلك أم ماذا؟ وكيفية ذلك؟ وجهونا إليها جزاكم الله خيرا. لا يجب عليها شيء، لأن العقيقة التي يسميها الناس تميمة ليست واجبة، وإنما هي مستحبة في حق الوالد، بأن يعق عن ولده، عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة واحدة، وهي سنة، إذا تركت فلا شيء فيها ولا يجب قضاؤها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة كان لها طفلان، وعندما كانوا نائمين نامت إحدى الطفلتين على الأخرى فماتت الصغرى، فما الواجب على الوالدة حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الوالدة ليس عليها شيء، لأنها لم تكن مفرطة، والطفلة التي نامت على أختها ليس عليها شيء أيضا على الصحيح، لأنها لم تبلغ سن التكليف، إنما كانت صغيرة، والصغير مرفوع عنه القلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.